شاومي اخيرا اعلنت عن التليفونين تاعي 13 الانترناسيونال على المؤتمر تبع الام دبليو النهار قبل المؤتمر الام دبليو اعلنوا عن التليفون 13 العادي 13 برو اللي عنده الاي ام 989 اللي بيكون ال1 انش سنسور موجود عليه هونيك وكمان اعلنوا عن تليفون جديد اسمه شاومي 13 لايت الشغل المهم فيه لها 13 لايت هيدا عنا اول حاسوب نجا من شركه كوالكوم اسمه سناب دراجون 7 جن 1 سمعنا عنه لهالحاسوب بس ما كنا شفنا تليفون نازل بالسوق وهذا اول تليفون نازل من هونيك الفيديو هذا حيكون مركز اكثر عليه للشاومي 13 برو على الكاميرات الدولبي فيجن اللايكا الاوثنتيك واللايكا فايبرنت الموجودين بقلب الكاميرا لانه هدول احسن تليفون منزلته شركه شاومي على المونديال يعني على الدول العربيه وخاصه الانترناسيونال سو so. انا طارق شكرا جزيلا على كل الناس لم الاشتراك خلينا نتحدث عن التليفونات ال13 من شاومي بس نركز على ال13 برو اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده اثنين من التليفونات الثلاثه من شركه شاومي حنتحدث هلا عن المواصفات بيناتهم والفرق بيناتهم شو الفرق بين البرو العادي واللايت وبعدين بنركز اكثر شيء على البرو اول شيء هلا اول شيء بنخبر انه الثلاثه عندهم الحاسوبين تاعيتهم معمولين من شركه كوالكوم وسناب دراجون على البرو والعادي اثنيناتهم ات جن 2 اخر حاسوب من شركه كوالكوم على اللايت عملونا الحاسوب الجديد السناب دراجن 7 جن 1 كمان 4 نانوميتر ثلاثتهم 4 بيمشوا مزبوط هلا الشغل المهم اللي نعرفه انه الحس... النظام اللي موجود عندنا هون البطاريات بيكبروا شوي على ما نطلع للبرو 4500 4500 اثنيناتهم بيتشرجوا على 67 وات بيجي تشارجر بقلب العلبه وهون صرنا على 4820 وات وبنقدر نشارجها على 200 وات اللي بيجي كمان الشارجر بقلب العلبه بنقدر نستعمله اليو اس بي اي لليو اس بي سي وعندنا جانج تشارجر هون بنقدر نستعمله الجاليوم الجاليوم نايتريت بنقدر نستعمله هون من شركه شاومي الكاميرا الاساسيه الموجوده هون حتكون احسن كاميرا 50 ميجا بكسل ال 1 انش سنسور اللي حكينا عنه الاي ام اكس 9 989 23 ملم ايكوفالنت الكاميرا الثانية 50 ميجا بكسل كمان مرة ثانية 70 ملم وهي تكون التليفوتو على 3.2 اخر كاميرا حتكون ال 14 ملم الالترا وايد كمان 50 ميجا بكسل كاميرا موجودة ورا كمان هذه الحلاوة فيها 53 ميجا بكسل على 13 حيكون الفرق شوي الكاميرا الاساسية ال 45 الـ 54 قصدي سوري وحتكون هذه 23 ملم الاي ام اكس 800 اول شيء التليفوتو حتكون 10 ميجا بكسل على 75 ملم والالترا وايد حتكون 12 ميجا بكسل بنقدر نعمل عليها كمان هون حلو على اللايت في فرق شوي كثير انه الكاميرات الموجودة عندنا هون حتكون 50 على الاساسية الاي 766 2 ميجا بكسل للماكرو لينز وعندنا 8 ميجا بكسل الترا وايد موجودة على يعني هون التليفونات كلهم موجودة ورا سو so هيدي الحلاوة البطاريات بتكبر والمميزات كلها حلوة واحسن تليفون موجود عندنا على اليمين سو so الشاشات الموجودة عندنا هون مثل ما خبرتكم الاساسية الموجودة على 13 هون البرو 6.73 هيدي حتكون الكيو اتش دي 120 هرتز هون 1080p عنا 6.36 120 هرتز نفس الشي. الشيء اخر شيء على اللايت كمان عنا 120 هرتز 1080p بس بتكون هيدي 6.55 والفرق هيدا عندنا الكيرفد ايدجز على الشاشتين موجودة هون على اليمين والشمال مثل ما بنشوفهم عادة على ال 13 لايت حيكون فلات ديسبلاي مثل ما شفناه من قبل واخر شيء هون على 13 ال... سوري 13 عادي بيكون الفلات ديسبلاي و13 لايت حيكون عنده الكيرفد ايدجز رغم انه البطارية والحاسوب تبعه منه هالقد كبير عطوه مميزات حلوة اخر شيء انه عندنا ستيريو سبيكرز على ال 13 برو على 13 العادي بس ال 13 لايت ما عندنا ستيريو عندنا بس مونو لتحت بس كلهم عندهم 5G يلا خلينا نركز على 13 برو هلا شغله ما حد فشل شغله لازم نعرفها انه عليه كل التليفونات اللي بتجي بقلبها سر شغله واحده كمان نسيت اقول لكم اياها انه كل التليفونات بيجي هون غطا ببلاش كمان بقلب العلبه مش بس الشارجر 120 على ال 13 برو و67 على 13 و13 لايت اثنيناتهم بيجوا معهم بقلب العلبه وبيجيكم كمان يكون غطا عليهم التليفونات اثنيناتهم هلا الشاشه هون مثل ما قلت لكم كيو اتش دي 120 هرتز على الشمال على الجوجل ستور المواصفات تبعته لهالتليفون لما ننزل على تعيط الاباوت خلينا نشوف لهون هون ما قلت لكم ال 100 واي 14 هيدا الجلوبال رام الموديل اللي عندي انا 512 جيجا بايت للذاكره في موديلين حيكون 256 و512 13 عنده موديل موديلين كمان 8 جيجا بايت للرام ولا 12 جيجا بايت للرام بس اثنيناتهم 256 8 13 لايت حيجينا 2 بس 8 للرام بس عندنا يكون نوعين للذاكره 128 و 256 هذا حيكون بس الفرق ومثل ما قلت لكم الحاسوب هون عندنا هون الكوالكوم سناب دراجون 8 جن 2 السكيورتي ابديت لاول اول ديسمبر موجود عندنا هون على اليمين واندرويد 13 مع مي يو اي 14 نتحدث شوي عن الامكانيات تاعيته لهالتليفون وشو فينا نعمل هلا لنعمل المالتي كور الجيك بنش تبعنا هون بدي افسر لكم شغله اول شيء انه تحت السيتنجز هون عندنا اختيار جديد موجود بقلب السيستم بتفوتوا تحت البطاريه هون تحت البطاريه بنشوف وشعلنا اختيار عده موديلات للسيستم القوة تاعته اول ما تفتحوه العلو وتستعملوه حيضل المنشود على البالانس البالانس بيضل يخلي التليفون ما يحمى وبيعطينا قوه كامله مثل ما تنسوا التليفون بعده جديد واخر حاسوب يعني حتى لو عاملين له تراتلدينج لربت بيضلوا نفس الشيء ماشي ومزبوط على الاخر البرفورمانس مود بتساعدنا نقدر نستعمل قوه الحاسوب على كل الفول باور تاعيته ولما بدنا نعمل البنش مارك حتى نشوف القوه تاعيته بنشوف هون انه 1998 تقريبا 2000 على السنجل كور والمولتي كور حيكون 5214 هيدي الحلاوه فيها الموجوده هونيك هلا خلينا نتحدث شوي كمان عن سرعه الكونكشن ال عندنا بامريكا على القليله عندي هون عندنا 5G قدرت اعمل الارسال هون عليه ل 298 و34 للتطليع يعني مثل انا التجربه على 13 مش 13 برو لان اثنيناتهم عندهم نفس الباندز بس بامريكا على القليله كان السيم كارد عليه لهالتليفون اول قبل ما اجاني 13 برو اجاني بعد هيدا بعد بعد, بعد شوي قريبا منه خلينا نتحدث عن الكاميرات الموجودة عندنا هون مثل ما قلت لكم عندنا الكاميرات موجوده عندنا تحت اللايكا عندنا اللايكا الاوثنتيك واللايكا فايبرنت الفايبرنت حتكون قريبه من الكاميرات اللي عاده بنستعملها نحطها على السوشيال ميديا اذا بدكم تستعملوا لهالتليفون خليكم باللايكا فايبرنت وبتمشي مزبوط عندنا الاي AI مود موجود هونيك الدوكيمنت الفيديو البورتريت الفيديو الكاميرا الاساسيه موجوده ورا ال4 k 60 احسن شيء بنقدر نعمله فينا كمان نعمل ال8 k اذا بدنا نستعملها لما بنطلع على الفيديو الكاميرا موجوده قدام رغم انه هي 32 ميجا بكسل ما بنقدر نعمل اكثر من 10 اي تي بي معموله عادي بس الحلاوه فيها هون اللي مثل ما عم تشوفوا عندنا اربع اختيارات الحلاوه بهالحجم السنسور الموجود عندنا هون لما بنعمل التو تايمز ما بنخسر كواليتي منا اطلاقا من اللمزة رغم ان عم نعمل ديجيتال كراب بتضل قوية ومشي مزبوط الالترا وايد 50 ميجا بكسل والتلفوتو 50 ميجا بكسل كلهم حلوين وكلهم بيسجلوا لنا الفيديوهات على ال... ال... الامكانية القوية تاعتهم للتليفون عندنا كمان الفوتو البورتريت النايت مود مثل العادة وعندنا عدة الاختيارات الزيادة الموجودة هون خليني اعطيكم هلا مسطرة عن الامكانيات على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا وقدام على الشامي انا هذا بعمل لكم هالفيديو من الجنينه ورا بيتي انا مثل هلا ما بتعرفوا انا هلا رايح على المؤتمر تبعهم على اللانش فان تبع ال13 برو ببرشلونه عشان هيك حبيت اعمل لكم الفيديو وعم بعمل الاديتنج هلا صراحه صراحه كم ساعه قبل المؤتمر هون ببرشلونه عشان هيك بدي اعطيكم مصدر عن الكاميرا الموجوده قدام عندنا 1080 تي بي 30 فريمز بير على الكاميرا الموجوده هون بس بنقدر نعمل كمان الفيجن اللي بسموها الدولبي فيجن موجوده هونيك ان شاء الله تكون عجبتكم المسطرة من الكاميرا الاساسيه هون عم بستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا عم بستعمل الـ Dolby فيجن بال4K 60 فريمز بير سكند على الكاميرا الاساسيه ال50 ميجا بكسل ال1 انش سنسور الاي ام 989 هلا المؤتمر بعد شي كم ساعه ان شاء الله يعجبكم هالمصر من الصوت والصوره من التليفون الجديد من شركه من شركه شاومي عنده اللمسه تاعت شا... <صورة> سوني خربت الاسامي يعني دائما بيصير فينا نفس الشيء <applause> هلا مثل ما شفتوا فيديو الصوت والصوره موجود عليها للفيديوهات خلينا هلا نسمع عن الامكانيات تاعت السبيكر الموجوده هون عندنا ال 100% سبيكر موجود هون آه ومثل ما قلت لكم رغم رح نعمل تجربه بس على السماعات الموجوده بقلب التليفون ما تنسوا تعملوا تشوفوا الفيديو اللي نزلته انا على القناه الانجليزيه اذا بدكم تشوفوا واحد على السماعات الجديده اللي نزلت من عندهم هذه الغنية اسمها جامبو اليكس كريندو دائما بنستعملها على القناة خلينا نلعب السماعات موجودة عندنا رغم انه هن ستيريو موجودين لفوق بيطلعوا على اليمين والشمال معناته ما عم بيجوا دغري لعنا لازم نمسك التليفون هيك بايدنا اثنيناتهم ساعة الهواء الصوت بيطلع من على الجنب وبيضرب بايدنا وبيجي لعنا بيطلع على كمان سو خلينا هلا نسمع اغنية اليكس كريندو جامبو سو ما سمعتوا هون الصوت حلو كثير عندنا شوية قوة البيس موجودة كمان بقلبها وما في عندنا أي إشكال إطلاقا بخبرة السماعات لتستمعوا عليهم للمكالمات ولا تستمعوا على الألعاب ولا حتى تستمعوا على الموسيقى ولا فيديوهات كلهم حيمشي مزبوط السماعات بيضلوا أحسن مور بيرسونال لأنه لكم خصوصي بس على القليلة بنقدر نشوف كل شيء ماشي هلا على نصيب الألعاب أنا نزلت كم ألعاب هون يعني بس نزلت الكول أوف ديوتي موبل الببجي موبل والسيستم لنعمل الفحص مثل ما بنشوف هون السيستم حلو كتير في عندنا السيستم كمان هون الكستمايزيشن الموجودة على اليمين الشيرينج للتطبيقات الثانية فينا نعمل السكرين ريكوردينج نسحبها مرة ثانية الاكسلريتور البوست للفريم ريت كل الشغلات اللي بدنا اياها موجودة هون وبتضل موجودة عادة على الكول اوف ديوتي موبايل اللي عجبني فيها كثير انه صار فينا نعمل الالترا التا ام بي بس ما بنقدر نعملها على الكواليتي تاعت الصوره للميديوم اذا بدنا نعمل على الفيري هاي بنوقف بس على الماكس بس تحت الالترا ام بي بتمشي مزبوط وحلوه عملتها كمان على الدايناميك للالوان حتى تطلع شكلها حلو مثل ما عم فرجيكم هون الالعاب حيكون في عندكم اي اشكال الذاكره سريعه سريعه الرام سريع وعندنا الشاشه سريعه والسيستم كثير قوي والحاسوب مثل ما قلت لكم اخر شيء من شركه كوالكوم ما في اي اشكال اطلاقا الشغله الوحيده اللي بقولها انه التليفون عاده معمول على البالانس مود معناته ما عم يستعمل قوه الحاسوب كثير وما حيكون عندكم اشكال بقصه الحمايه تاعيته من الحراره مثل قبل، بس اذا محتاجين قوه الحمايه قوه الحاسوب الكامله فوتوا على البطاريه وغيروها على برفورمانس مود وما حيكون عنده اي اشكال. الحلاوه انه شركه شاومي نزلتنا تليفونات على كل الشغلات معقول أن نلفظهم منهم، التليفون البرو في الامكانيات الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا ال 989 بتعطينا الصور كثير حلوه والصور اللي عم تشوفون مني انا اخذهم مش بس بامريكا هون بلوس انجلوس اخذت كمان صور بنيويورك لما رحت على نيويورك كان عندي رحله قصيره ومش بس هيك اخذت كمان صور وفيديوهات انا على طريقي على المط... لما مسافر على برشلونه انا حكون ان شاء الله بالمؤتمر تبع اللانش ايفنت يوم ال 26 الشهر سو قبل ما تشوفوا هالفيديو حيكون عندكم خبره امكانيات وكل الشغلات الحلوه في لهالتليفون موجوده من عده مناطق بالعالم اهم شيء انه اذا بدكم شي برو في عندكم البرو إذا بدكم شي تليفون صغير وبس قوته قويه حلوه عندكم 13 العادي واذا بدكم توفروا شويه مصاري 13 لايت كمان قوته حلوه وبتقدر تعطيكم الامكانيات الحلوه فيها الحلاوه اكثر شيء انه 13 لايت شاشة اكبر وعندنا الكيرف سايدز عليها للشاشة موجودة هونيك ومثل ما شفناه على 13 برو 13 برو بيضلوا اكبر شيء واحسن شيء مزبوط يعني سرعة التشريج حجم البطارية حجم الشاشة الكيو اتش دي موجودة هونيك كله حيكون احسن شيء بس بين 13 و13 لايت عندكم على القليله اختيار تقدر تشوفوا تليفون الحجم صغير بس قوي والتليفون حجمه شوي اكبر بشوي بس الامكانيات تاعيته بالامكانيات ال7 7 جن واحد ان شاء الله لما ارجع من المؤتمر تبعت الام دبليو سي حاعمل لكم فيديو انا خصوصيا عليه ل 13 لايت خبروني قولوا لي بالكومنتس تحت شو بدكم اياني ركز عليهم بس الصور اللي انتم عم بتشوفوها هلا كلها جايه من 13 برو والفيديوهات اللي مثل ما فرجيتكم من قبل حلاوتها والامكانيات اللي موجوده هون خاصه مع المين سنسور اللي موجود ورا مع اللايكا اللي موجودين هون حيكونوا كثير كثير حلوين وانا مبسوط منهم كثير سو so, الخبره تاعيتو لهالتليفون بقول لكم انه اذا بتحبوا تعملوا تاخذوا احسن صور موجوده بتقدر تاخذوا احسن صور على كتليفون موجود وثلاثة 2023 هلا باول السنه عندنا اختيارين عندنا الشاومي 13 برو وعندنا كمان الاكس 90 برو من شركه فيفو اثنيناتهم بيعطونا ال1 انش سنسور وهيدا هون عم يعني مثل ما عم تشوفوا الخبره تاعيتهم وكيف تقدر تمشي على شركه شاومي بدي اياكم انتم تعملوا الاختيار تبعكم بس على القليله عندنا هالامكانيات والامكانيات موجودين وقوتهم كثير كثير حلوه وبنقدر نعمل كل شيء فيه لهالتليفون صراحه يعني الامكانيات حلوه كثير قويه كثير خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه لهالتليفون يا اما 13 يا اما 13 برو حتى كمان 13 لايت واذا مثل ما قلت لكم في فيديوهات ثانيه على القناه الانجليزيه اذا بدكم تشوفوا تبع الساعه والسماعات الايربادز من شركه شاومي يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك. بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامه